محمد بن سعيد علوهيبي في هذه اللحظات وفي هذا المسار. بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام القدوم مبدع محمد بن سالم بن حاد الاكتبي خذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات هذه فرحة عبد الله بن محمد المسلم المحرمي، والمركز السادس القدوم من نيوم موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، والمركز السابع القادمة حمدان بن مصبح بن عامر المنصوري، وهناك ايضا القادمه احلى المنطلقه في هذه اللحظات مرحبا بهذا الشعار، القادمه محراق احمد بن حمد بن سعيد المنصوري، والمركز التاسع في هذه اللحظات هذه الذيبه عامر بن علي بن عامر المري، والمركز العاشر ياهو قدوم وتسلل من الكوره، الله يا سلام حمد بن سعيد بن راشد بن تريس الظاهري، تجمعت الأسماء تجمعت الشعارات ما بين العمالقة والكبار في شوط الختام، من سيغلق الستار في هذا الانطلاق؟ أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام يا سلام على البداية هنا، ايضا مع المركز الاول مشاهدينا متابعينا الكرام هذه اللي اخذت المقدمه متعبه مبخوت بن احمد بن حلبي بن سالم العامري على المقدمه الاولى، انتقل الى المركز الثاني، وصلوا اهالي بديه وصلوا اهالي السلطنه صبيح بن محمد بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث القادمه مبدعه بهذا الابداع بهذا الابداع الجميل محمد بن سالم بن حادة الاكتبي، ولكن الله اللي قاد مخود خود 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 محمد بن عبد الله البادي الظاهري، وركز يا ولد القاضي ركز، هنا حمود ولد القاضي، هناك ايضا احد شبابنا المضمرين والمتابعين والظاهرين في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيله، بينما القدوم هناك من ضبيه حمدان بن مصبح بن عامر المنصوري، محراق تقدمت محراق تقدمت، وصل المنصوري في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والتحدي المثير، احمد بن حمد بن سعيد بقوم المنصوري هناك ايضا، بينما القدوم من شعار القادم والمنطلق هنا ايضا من سليل احمد بن غانم بن علي بن اداه المنصوري، وهناك المركز العاشر الله يا صواب عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الاكتبي، والقادمه احلى المنطلقه في هذه اللحظات وفي هذا المسار هذه مودة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، هنا الصعب الصعب في ركابة صعابة غادم مع مودة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، هكذا نتيجتنا للمرة الثانية، الشوط يبغي له تركيز، الشوط يبغي له متابعة، الله 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 السرعة ازدادت في هذه اللحظات وفي هذا المسار، هناك ايضا على المقدمه الاولى هناك ايضا غطرسه، ولكن المقدمه والصداره متعبه متعبه متعبه، مبخوت بن احمد بن حلبي العامري يقدم لنا متعبه، المركز الثاني هناك وصول وتقدم من ضبيه حمدان بن مصبح بن عامر المنصوري، هنا غطرسه قادمه صبيح بن محمد سعيد الوهيبي، من يتقدم في هذه اللحظات يتقدم في هذا المسار الصعب غادم، وهناك الوصول والتقدم من شعارك يا بن حادة شعار بن حادة وشعار بالقوم قادم في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، الله المنصه بانت المنصه بانت، والناموس وين وين هذا الناموس وين وين هذا الناموس في شوط الختام شوط الوداع في هذا الانطلاق، الله 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 على البدايه الاولى راح حمدان بن مصبح بن عامر المنصوري هنا بانطلاقة ضبية وتحدياتها المثيرة، متعبة 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 القادمة على المركز الثاني مبخوت بن أحمد الحربي العامري، بينما الم
المركز الثالث مبدعه بهذا الابداع. ياهو ابداعه، ياهو تحدياته هنا مع مبدعه محمد بن سالم بن حاده الاكتبي. هناك ايضا صبيح بن محمد بن سعيد الوهيبي غادم في هذا الانطلاق، شعار بنداه واصل اهالي الخزنه قادمين مع سليل احمد بن غانم بن علي بنداه المنصوري. وهناك محراق واصل في هذا الانطلاق يقودها هناك ايضا، ويتابع محراق احمد بن حمد بن سعيد بن قوم المنصوري. الله تجمعت الأسماء، تجمعت الشعارات في هذه اللحظات. سليل بدأت تتسلل، سليل بدأت تتسلل على المركز الأول على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه سليل، هذه سليل. يتواجد هناك أيضا أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري، ولكن الله بشاير بشروني عنك ما يدرون عني. بدر بن غريب بن سعد الينيبي، الينيبي هنا على البداية الأولى ما يبنى لها طالية. وهناك شخصية خالد بن محمد بن سعيد آل فهيدة المرة، يا سلام. ولعت 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 ما بين هالكبار. بشاير 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 بشاير، ما زال الينيبي، ما زال الينيبي. بدر بن غريب بن سعد الينيبي من يتقدم على البدايه الاولى، على الصداره الاولى. شخصيه، شخصيه قادمه، شخصيه واصله. خالد بن محمد بن سعيد آل فهيدة المري، ولكن ولكن سلامي لاهالي اليازر، اليازر اليازر وفمريت واليازر هنا على البدايه الاولى. سقاك الوسمي اليازر على البدايه الاولى. الناموس يا بشريق تهانينا، والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني شخصيه خالد بن محمد بن سعيد آل فهيدة المري. المركز الثالث، المركز الثالث هذه اللي واصله مود محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. والمركز الرابع لحظات وصول من سليل احمد بن غانم بن علي المنصوري. والمركز الخامس هذه اللي قادم الجذابه سعيد بن علي بن سعيد البريس المري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس بدر بن غريب بن سعد الينيبي. مشكور يا اسعد، مشكور يا عماد واسعد، وسقاك الوسمي ايضا هنا ايضا. اعزائي المشاهدين، يليازر وفمريت يستاهلون، يستاهلون من عاصمة الميادين لأهالي أيضا فمريت التوقيت الزمني ما شاء الله. هذه بشاير بدر بن غريب بن سعد علي نبي. هنا تابع يا مطويل، ايش تابع؟ هناك أيضا لحظات الإعادة هنا أيضا على البداية الأولى. توقيت زمني 9:09 بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثاني وصلت شخصية خالد بن محمد بن سعيد آل فهيدة المري بتوقيت زمني مشاهدينا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني للمركز الثاني 9:09 من الثانية. واللي اخذت المركز الثالث هذه شخصية اللي وصلت على المركز الثالث خالد بن محمد بن سعيد آل فهيدة المري 9:14. 9:10 بالوفاء والتمام والكمال.